مسدودة لهذه الإخوة أمام اليسار. وفي عام 2009 تبدل النظر في تلك الأمور، وقد عبرت عنها في عدد من المقابلات في اتجاه تفاؤل حقيقي كانوا بأننا على عتبة مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة. وهذا الشعور كان يستند إلى عامل أول أساسي، الحركة العمالية المصرية، الصعود التاريخي الذي شهدته الحركة العمالية المصرية بين عامين 2006 و 2009 كان ينذر فعلا بمرحلة جديدة، يشير إلى مرحلة جديدة، إلى بوابة مرحلة جديدة مع ظهور يعني للطبقة العاملة مجدد على الساحة للمرة الأولى بعد عقود طويلة من الغياب كعامل أساسي لهذا الحجم كما رأيناه في ذلك الوقت. والعامل الثاني هو الحركة الشعبية في إيران اللي حصلت في صيف 2009، واللي كانت تشير إلى تأزم المشروع الديني وصعود حركة جماهيرية مطالبة بالديمقراطية ومستعدة على كسر حاجز الخوف حتى ولو لم تنجح